اتخذت وزارة الصحة مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة مرض الكوليرا، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد. كما تتخذ وزارة الصحة جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة. وزارة الصحة لم تسجل أي إصابات جديدة بوباء الكوليرا خلال هذه الأيام، والحالات التي تم اكتشافها في الأسابيع الماضية حالتهم مستقرة. الحمد لله، يعني بعد أن سجلنا الحالة الخامسة الحين صار لنا تقريبا يعني هذا يمكن اليوم الرابع أو الخامس لم نسجل أي حالة جديدة. الأمور إن شاء الله مستقرة، ما يوجد أي مريض حتى من المرضى اللي تشخصوا بالكوليرا، جميعهم تلقوا علاجهم ويتمتعون بصحة جيدة والحمد لله، وكلهم يعني خارج المستشفى ولم يتم تسجيل أي حالة جديدة حتى الآن. إجراءات وقائية وعلاجية تم اتباعها من قبل الوزارة مع المصابين بأساليب معتمدة عالمياً. الحالات خمسة، عددهم 2 كويتيين و2 عراقيين، ولكن يعملون في داخل الكويت ومن جنسية آسيوية أيضا، ولكن جميع الحالات قادمة من العراق، يعني تاريخ المرض إنها جاءت من العراق وكانت تعاني من إسهال مائي، وتمت يعني أمور العزل وأخذ العينات وإعطاء الدواء اللازم، والحمد لله يعني كانت معظم الحالات بسيطة إلى متوسطة، ما كانت عندنا أي حالات يعني فيها جفاف شديد أو كانت خطرة. منذ تفشي الوباء في إحدى الدول المجاورة، سارعت وزارة الصحة لوضع خطة واضحة المعالم بالتعاون مع مختلف جهات الدولة. تعاوننا مع وزارة الداخلية بالنسبة لفحص جميع القادمين وتحويلهم إلى عيادة الصحة الوقائية لفحصهم، وأيضا هناك إجراءات أخذناها مع الجمارك في منع دخول أي أغذية أو أي يعني مشروبات تأتي من جمهورية العراق مع المسافرين، كانت تمنع منعا تاما، وأيضا متابعة المرضى بعد دخولهم للكويت. الجانب التوعوي والتثقيفي يعد ركيزة أساسية للوقاية من هذا المرض. في النظافة الشخصية وغسل الإيد وتعقيمها باستمرار، شرب المياه والعصائر المعبأة والمقفولة. وزارة الصحة ماضية قدما في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للتصدي لوباء الكوليرا بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، معلنة عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الوباء خلال هذه الأيام. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.